بداية من الأسكندرية. أحمد عبد الرازق، الصورة كما فهمت منك في مداخلات سابقة مع زملائنا أن الأمور أكثر استقرارا واستتبابا في هذا اليوم، ما المتوقع أو المنتظر وفق تقديرات محافظة الأسكندرية لساعات الليل وغدا إن شاء الله؟ تحياتي لك أحمد، يعني اسمح لي أن أبدأ هذه الرسالة بالأخبار الجيدة عن محافظة الإسكندرية. العقار رقم 140 الأميرية، تقاطع شارع الناصرية بمنطقة محرم بيك غرب الإسكندرية. يعني هذا العقار يرتفع ل 12 دورا، وكان يميل هذا العقار وأطلق عليه العقار المائل وسبب رعبا في المنطقة، وكانت نسبة الميل تزيد عن 50 سنتي. حوالي 12 أسرة مفترشة الشارع لمدة 3 أيام خوفا من انهيار هذا العقار. وصلت شكواهم لمحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف الذي رفعها بدوره إلى السيد رئيس الجمهورية، والذي كلف أو أمر بأن تحصل هذه الأسر على وحدات سكنية بمدينة بشائر الخير 3. وبالفعل قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتسليمهم هذه الوحدات اليوم. هذا خبر جيد لأبناء محافظة الإسكندرية وقاطني هذا العقار، كان علينا أن ننوه عنهم. الأمر الثاني أن الأضرار الناجبة أو الأضرار المتوقعة من موجة الطقس غير المستقر التي ضربت الإسكندرية في الأيام الماضية ربما منذ منتصف هذا الشهر، كانت هذه الأضرار أقل بكثير من المتوقع، لأنها أديرت هذه الأزمة كافة الأجهزة التنفيذية. يعني حوالي 10 أضعاف الطاقة الاستيعابية لكمية الأمطار التي تستوعبها محافظة الإسكندرية سقطت عليها خلال هذه الفترة بحسب تصريح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ولكن تم التعامل مع الأمر بطريقة مدروسة. فاجتمع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمدير مديرية الصرف الصحي والكهرباء والمياه ورؤساء الأحياء والمنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية من أجل وضع خطة للتعامل مع هذا الأمر. وبالفعل أسفرت هذه الخطة عن عدة أمور، من بينها خريطة بها عدد من البؤر الساخنة أو النقاط الساخنة التي يتم التعامل معها، والتي من المعروف أنه يتراكم عليها التي فيها المياه. ومن ثم تم الدفع بسيارات المتخصصة في شفط وكسح المياه من أجل التعامل مع هذه الأمور. بشكل عام الطقس في الإسكندرية اليوم معتدل، الآثار السلبية الناتجة عن هذه النوة أقل حدة بكثير مما كان متوقعا، ومن المتوقع أن تنكسر حدة هذه النوة غدا ظهر الجمعة بإذن الله. أحمد عبد الرازق من الإسكندرية، أشكرك شكرا جزيلا.